وزي كفن تبع الموجة. نجم طيبها تسوى مشوية التطويحة متاحة تسوى في الماء وتكون زاد الروحة في البخار في البخار في البول هناك فمال دي بريباراسيون دي ديباستي صادي بون انت كيفاش بالتجاهد باش بالطيبها باش بتحطها للبحات باش تخلي الكليون يشيخ فيها نهار مدرس ويأخذ على كانت خاطر كانت مجهولة المصدر هو عرفنا قيمتها وعرفنا معنا مكلتها نجم طيبوها في برج عجاه وصلنا تو برسك السيكون دو فلاس اللي عملناها أسلم أشوفك أنت صغيرة تأكل في البلان أباز سلطعون بزر والله هي سمعنا بها التظاهرة هذه اليوم حابين نجمو نشاركوا جو السيارات نشوفوا كيفاش سلطعون أول مرة على بالنسبة للسيارات نشوفوا مناسبة للتظاهرة كما كان وحابين نشاركوا فيها ونطلعوا على كيفاش معناها على كيفاش التحضير نتاعو كيفاش كومبليش ذوقتو وذوقنا شوفوا فما التاجين فما البريك فما السلطعون المشوي كيفاش كانت المذاق تاعها شكون لك فيه والله المذاق روعه صراحه بحضور الشيف الشيف يعطيه الصحه على واللي زاد فرح بينا وكل شيء ايوه
هشام الحويشي من دوب الجاوي للسياحة في جربة جريد، شفناه في تظاهرة تذوق سلطة عون أزرق في جيم جربة، لكن هذه تنجم نروجوا لها كسياحة غنائية يا هشام. بطبيعة الحال هذا يعني نقولوا يعني مكون جديد من غلال البحر موجودة بكثرة في جزيرة جربة، لابد من تثمينه وإدراكه ضمن مكونات الأسواق الفاخرة التي تقدم بالمطاعم السياحية بالنزل. بطبيعة الحال التظاهرة هذه تسعى من أجل تثمين وتقديم ديروسات أكلات بالسلطعون الأزرق هذا لوكخاب لو، وفي نهاية الأمر لوكخاب بصفة عامة في الأسواق الأوروبية هو يعني منتوج مهم جدا. مدام شهر زاد وانا رئيس مجلس البلد في جيم جربة، المجلس هذا اللي نظم تظاهرة تذوق سلطة عون أزرق اللي هي مادة 2015 كانت نقمة، 2019 رجعت نعمة. تحكينا فكرة على تظاهرة هذه شهر زاد. تظاهرة هذه يعني يوم تذوق سلطة عون أزرق الهدف منها هو الترويج المنتوجات هذه كما ذكرت كنقمة للبحارة يخدموا بطريقة موسمية في جمع البحار، فنحبوا عن طريق السلطعون يكون عندهم نشاط جديد في جمع السلطعون، وأكثر من هذا الترويج لي عن طريق سوق المطاعم السياحية والفنادق.